افضل انواع سيروم فيتامين سي اللي استخدمتها. اول حاجه انا استخدمت انفينيتي. بصوا العلبه الاولى ودي التانيه، جبت واحده بلس واحده تقريبا، ده كان العرض. لسه مخلصتش دي تقريبا، واصله لحد هنا ودي لسه ما اتفتحتش اصلا. وحش جدا انفينيتي، وحش جدا يا جماعه. بعد تجربه انا بقول لكم بيأكسد، لو حطيتيه الصبح ونزلتي بيدمر البشره، بيأكسد وبيطلع حبوب، بيخلي بشرتك تغمق. لو حطيتيه بالليل ونمتي مفيش اي اصلا افكت، ما بيديش اي افكت من اي نوع. انفينيتي وحش ده بالنسبه لي انا. انا ما اعرفش بقى كل واحده براحتها. سيلك مش كل الناس هتحبه بس انا حبيته. سيلات حلو قوي، شفاف ونسبه سيروم فيتامين سي فيه اعلى. واما بقى القمر كله بقى هنا، تارد جريد. تارد جريد انا خلصته. انا عايزه اقول لكم والله العظيم، طبعا ده مش اعلان يا جماعه لان انا بقارن حاجات ببعض. انا بالليل ما بحطش اي حاجه خالص من السكين كير روتين خالص غير ده بس، بكتفي بيه هو بس. حلو قوي، بيدي نضاره رهيبه للبشره، بيغذي البشره، بيفتح البشره، بيتخلص من اكسدة البشره، بيعمل الحاجات اللي المفروض يعملها فيتامين سي اللي بجد. اما انفينيتي نقدر نقول ان هو احسن الوحشين. في حاجات اوحش منه على فكره، باي ذا واي. مش كل يا جماعه لازم يعني مش كل فيتامين سي حلو. دايما فيتامين سي بالذات لازم تختاريه بعنايه، بعنايه رهيبه، لانه اولا غالي، ثانيا لازم تجيبيه بيمشي على بشرتك خلاص. فانا حبيت في كل دول، يعني انا مثلا معايا الثلاثه دول حبيت في كل دول تاردي جريد. اوكي البيج بتاعته هعمل لها منشن لو حابين. خلاص باي. لو عايزين تجيبوا انواع نظيفه بجد جيبوا فيشي ولاروش بوزاي واوردينيري. الثلاثه دول يا جماعه اي برودكتس من عندهم تحفه. لكن الحاجات اللي زي انفينيتي اللي هي المصريه، الانفينيتي والستارفيل ودكتور راشيل ومش عارف ايه، مش حلوه. الحاجات المصريه فعلا حرفيا مش حلوه، او مفعولها مش قوي زي مفعول الحاجات التانية اللي بقول لكم عليها. فلو عايزين تجيبوا حاجه قويه جيبوا من لاروش بوزاي او فيشي او ذا اوردينيري. لكن المصري لا.